اليوم في تونس بعد الثورة قاعدين نحكيوا على برشا مشاكل تتعلق بالدستور بالمؤسسات اللي نحبوا نبنيه والديمقراطية والأخيره، لكن مناش قاعدين نحكيوا على الاقتصاد. والاقتصاد المسألة الاقتصادية هي السبب متاع علاش عملنا ثورة. طيب الثورة قامت مش فقط على عدم حقوق الإنسان، قامت خاطر صار معناتها برنامج سياسة اقتصادية نيوليبرالي اللي خلقت الدكتاتورية، وديكتاتورية قعدت مدام 20 أكثر من 20 سنوات، خاطر السياسات هذوما يدعموا في القطاع الخاص ويدعموا في الأغنياء، وثم خلق معناتها ثروات، لكن توزيع الثروات يصير بدون معناتها مش عادلة. دونك عندك مناطق اللي ما عندهم حتى شيء كما كيف سيدي بوزيد و دونك بس اليوم كنابة في المجلس التأسيسي تشوف دونك الحكاية هذه مازالت متواصلة في تونس اليوم؟ فلا بيان سور المشكلة سيكو الاقتصاد قاعد نفس السياسة في عاد بن علي قاعدة تواصل، هذه مشكلة. ومشكلة ثانية مش قاعدين نحن نناقشوا، ما ثمش النواب في التأسيسي والمجتمع المدني والمواطنين مش شاركين. وبالنسبة للحكومة ثم كان فقط الوزير المالية والمحافظ البنك المركزي هم اللي تلاهين بتطبيق متاع السياسة اقتصادية البلاد، وهم يفاوضوا مباشرة مع مؤسسات الدولية المالية، وهذه مش معقول. معناتها حاجة أهم حاجة اللي تمس المواطنين الكل، مس معناتها خبزة فوق الطاولة، هذه لازم احنا الكل توينس نشارقه، خاطر ثم برشا معناتها ثم ناس يتخالفوا في التصور معناتها اقتصادي. اليوم مادام برك مبارك برشا عبيد قاعدين يحكيوا على FMI، يحكيوا على الخطورة متاع مع الخطورة متاع الاندتمون هذايا على تونس، على التوانسة، على معناتها على المدى البعيد والقريب، اكور اي لون تيرم. بالنسبة لك انت اليوم وين تتمثل الخطورة هذه؟ المؤسسات الدولية المالية كما صندوق نقد دولي ولا بنك دولي عندهم برامج دي باكيج معناتها حاضرين ويتبقوا فيهم كل الدول. هم ما يشوفوش خصوصية متاع تونس وما يعرفوش تاريخ تونس. مثلا صندوق نقد دولي في عام 83 و84 ضغطوا على بورقيبة على حكاية الخبز، صارت ثورة. دونك جايين اليوم بعد الثورة يطالبوا في نفس الشيء باش نقصوا في صندوق دعم، معناتها كما أنه ما يعرفوش تاريخ تونس. مثلا في عام 2010 قدموا تقرير مع توصيل البن علي اللي التصور متاعهم بالنسبة للاقتصاد التونسي، قالوا يحبوا معناتها قطاع بنكي هو اللي يولي لا سورس دو كروسانس. دونك هم شافوا كي تونس تنجم تكون سنغافور متاع اوروبا وافريقيا. ان فيت بن علي طبق التوصيات هذوم، بني الكامباني متاعه 2009-2014 على الفكره هذيه، وبعد الثوره جيوا بنفس التوصيات كانه ما عملناش ثوره. دونك هذه اختيار برشا، خاطر هذوما المؤسسات هذوما ما يشوفوش خصوصيات تونس، ما يشوفوش تونس توانسه كشعب اللي يحب اراضي يحب الفلاحه. دونك مثلا يقترحوا مجال الاستثمار اللي تعطي فرصه للاجانب باش يملكوا اراضي صناعيه، اراضي فلاحيه، اراضي. هذه اختيار برشا، معناتها باكيج يجيو يعطيه للبلدان الكل. احنا مدام مبروك اليوم نحن في ثوره وقاعدين نحكيوا على حكومه ثوره، دونك وين دور الحكومه هذه اليوم للتصدي معناها الى لو رول تاع لو غوفرنمون pour affronter ces politiques déjà en bloc. شوف احنا في تونس مستنسين باش السياسه الاقتصاديه تتقرر من برا، هذه احنا مستنسين. هذه مشكله كبيره. اليوم بعد الثوره تونس ربحت برشا في معناتها في حقوق اتسيتيرا، لكن لازم اليوم نرجعوا السياده للشعب التونسي. لازم اليوم نبدو حوار وطني، لازم اليوم نبدو نناقشوا اكثر على الاقتصاد وشنو نحبوا احنا. نعطيك مثل، معناتها تونس عندها مبلغ كبير من ريزيرف عمله بالدولار، عندنا 10 مليارات، الناس ما يعرفوش هذا، مش موجوده في تونس، موجوده في نيويورك في كونت. هذه البلدان الكل نفس الشيء، مصر عندها 13 مليار مثلا، 10 مليارات برشا، لازم نسهلوا توانسه،
تحبوه تبقوا في الكونت 10 مليارات ولا مثلا ترجموا مبلغ بقمح مثلا. ثم الدول مثلا عندهم دي سيلو اغران قمح مدام عامين وثلاث سنين، دونك نجموا يربحوا برشا. احنا تونس نشرف قمح كل شهر لإيطاليا، نجموا نعملوا دي زيكونومي. زيكونومي هذوما نستثمروا في 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 فليحه تونسيه باش ما يصيرش معناتها مشاكل كيما الحليب اللي تقطع في تونس. هذيا ما تتصورات شنو اللي ندعم. ندعم الخواص، ندعم قطاع خاص، او ندعم فليحه، ندعم الانتاج تونسي، او ندعم المستثمرين الاجانب. هذوما لازم احنا نحكيو فيه، ولازم نفسروا للمواطن البسيط شنو معناتها لي كونسيكونس. اولا الصندوق النقد الدولي يقول لنا عندنا مشكله عجز، يقول لك لازم 3 شهور دامبورتاسيون. اما هم يشوفوا 3 شهور مبلغ عام، معناتها ما يعملوش فرز ما بين المساله الاساسيه وشنو اللي ماحش نجبيه. لكن نشوفوا الحاجه اللي نحتاجوا فيها معناتها القمح، الحليب والاخره، حتى لي زورديناتور نحتاجوا. معناتها نلقوا تونس عندها 3 سنين 4 سنين عمله، دونك الحمد لله رانا لاباس علينا، مش مشكله. نعطيك مثلا تونس ابارامون تعمل دي زابورتاسيون دو ماكياج يتحسب بالمليون نتاع دينار، دونك هذه ما حش نجبيها. دونك الاف ام اي هما ما يعملوش الفرق ما بين الحاجه نحتاجو فيها والحاجه ما نحتاجوش. دونك يقول لك عندك ديفيسيت ولازم تعمل برنامج تقشف. هذه سي با فري. احنا اليوم لازم نعملوا تدقيق نتاع الميزانيه ونتاع الاقتصاد التونسي ونشوفوا بالحق اسكو عندنا مشاكل ولا لا. اليوم هما يقولوا عندنا مشاكل، لكن نشوفوا في التفاصيل ونقر واحنا سا ديبون وين عندنا بالنسبه للزابورتاسيون سافا عندنا ب. الحاجه اخرى حبيت نقولها، راهو البرنامج هذا نتاع التقشف اللي باش نغطيوا العجز، فينالمون لو بوا نتاع العجز يبقى في الكتف نتاع المواطنين. دونك التصور هذا الصندوق النقد الدولي يحب يدعموا القطاع الخاص اون اسبيرون القطاع الخاص مش يخدم العباد، لكن المستثمرين مش يخدموا نيسيسيرمون العباد، خاطر هم يستثمروا في راس المال. دونك هذه مشكله. التصور هذا اللي يقول نحب ندعم القطاع الخاص ولازم نقصوا من صندوق الدعم ونقصوا من ضرائب نتاع الشركات، وهذا الكل انا بالنسبه لي هذه انقلاب على الثوره، خاطر لي زاسبيراسيون نتاع الثوره ماناش قاعدين نتبقوا فيه. مانيت قبل في عهد بن علي نفس السياسه الاقتصاديه، سياسه نيوليبرالي، ندعموا في القطاع الخاص وما صار شيء بالحق. ثم خلق معناتها كروسانس، لكن كروسانس مشت للمناطق اللي عندهم فلوس، ما مشتش للديبوزيت والقفصة اتسيتيرا، راهو هذه مشكلة. دونك اليوم قاعدين نعملوا نفس الشيء، نفس السياسة، السياسة اللي جت من الخارج ونتبقوا فيهم بدون نقاش، بدون مشاركة المجتمع المدني. بالنسبة للعملة، الصندوق النقد الدولي يقول لك تونس ما عندهاش برشا عمله باش تشري قمح والى اخره، لكن اليوم العمله وين تمشي؟ وقت اللي تونس تربح دولار واورو وين تمشي؟ لو برومي بوست وين تمشي للشركات الاجنبيه اللي يخدموا في تونس. مثلا عندك بي ام دبليو، عندك لوفتانزا الى اخره، يخدموا في تونس. في اخر الشهر يمشي البنك المركزي يقول لك ربحت طون طون بالدينار، بدلهم لي 100% نحبهم بالدولار ولا بالاورو. هذه مشكله، هذه نسموها غاباتريمون دي بينيفيس اون ديفيز. احنا اليوم في وضعيه صعيبه شويه بعد الثوره، مرحله انتقاليه ونكتبوا دستور ايتترا ايتترا، نجموا نفاوضوا مع الشركات هذوما ونقول لهم يا سيدي معناتها مدام عام مش تاخذ 80% مش 100% وال 20% تبقى بالدينار. هذه حاجه عاديه، ما نعرفش علاش ما ثمش اراده سياسيه باش نفاوضوا هكا في مصلحه البلاد. وما نعرفش علاش السيد الوزير الماليه ومحافظ البنك المركزي هما الزوز لو ديو اللي يقرروا مستقبل تونس وحدهم بدون مشاركه المجتمع المدني والنواب. هذه مشكله. اليوم فما برشا توانسه وخبراء والاخره راهم قاعدين يحاولوا يلوجوا على ديزالتيرناتيف. معناتها الحل نتاع صندوق نقد دولي مش الوحيد، التصاور نيوليبرالي مش الوحيده، فما ديزالتيرناتيف اللي باش يحميو سياده تونس، سياده اقتصاديه البلاد.
مي اون بلوس دو سا معناتها باش نسوا على نسوا على الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الغذائي الذاتي لازم تكون اولويه في تونس. كعلاش انا اقترحت فصول في الدستور باش نسوا عليه، هذه حاجه مهمه جدا، وهذه استراتيجيه اللي طبق فيها مصر. حتى مصر عندها نفس المشاكل، صندوق نقد الدولي جيهم وقالوا عندكم مشكله العجز ولازم برنامج تقشف، والشعب هو اللي معناتها بورتي لو بوا نتاع العجز هذا، ومش ندعموا القطاع خاص. نفس الشيء، هم قالوا لا وقفوا وفاوضوا مع بلدان اخرى باش ياخذوا دونك فلوس منهم بدون شروط. دونك هذه حاجه معناتها احنا تونس لازم نشوفوا هذه حل. هذه ما ثمش كان صندوق نقد دولي، وتعرف المؤسسات هذوما البنك الدولي ورخيله يقولوا احنا ما نفضوا حتى شيء، تونس راهي عندها السياده وتتغى. لكن نعرفوا البرنامج هذا جاي من صندوق نقد دولي، وبعد الاداره التونسيه جوست تحط شويه خصوصيات تونسيه، ما هذه معناتها شروط. هما يلعبوا على سي دي جو دو مو، مي او فينال في نهايه الامر هذه شروط، واحنا لكان ما نطبقوش الشروط ما يعطونيش فلوس. هذه سي با نورمال. احنا ربحنا حريه في تونس، ونجموا احنا نوقفوا ونجموا نلوجوا على ديزالتيرناتيف ونبنوا علاقات جديده مع دول اخرى. لازمنا مش نعتمدوا فقط على اوروبا. اوروبا في ازمه، اوروبا نشكروها اتسيتيرا، لكن لازم نبنوا علاقات مع برازيل، مع افريقيا الجنوبيه مثلا، ولازم نشوفوا ثم حلول.